يسأل عن تفسير قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فيها وجهان للعلماء. الوجه الأول لا تهنوا ولا تحزنوا في حال كونكم الأقوى، في حال كونكم الأقوى كقوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، هذا المعنى الأول، لا تطلب المسالمة مع الكفار وأنت الأعلى وأنت الأقوى. والثاني ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإيمانكم.